ازيكم يا شباب؟ معكم فادي عضلات ورجعت لكم بفيديو جديد. وحشني جدا جدا يا شباب. النهارده يا جماعه كان اول يوم ليا بعد رجوع الشغل لطبيعته. احنا كنا الفتره بتاعت الكورونا ديت في عزها، يعني كنا متقسمين يومين ويومين كده يعني، فاهمني؟ لكن الشغل خلاص رجع لطبيعته خالص، بنروح كلنا كل يوم عادي. فعايز اشارك معاكم الاحساس اللي انا حسيته بعد رجوع الشغل لطبيعته، يعني هندردش كده شويه مع بعض وانا بتعشى. انا معايا هنا يا جماعه سندوتش جبنه بيضه دومتي، معلش انا بحب اعمل كده في العيش، اقعد الفلفه كده، وبحب اكل العيش بالشقلوب. على فكره مش انا لوحدي في الموضوع ده، في ناس كتير بتعمل كده، بيبقى طعم العيش وهو بالشقلوب جميل قوي يا جماعه. وده معانا هنا عيش بجبنه نستو بريزيدو. انا كنت زمان بحب اللافاشكري، بس لما جربت البريزيدو بصراحه حبيت طعمها اكتر، لان تحس كده ليها نكهه كده معينه، انما اللافاشكري تحس كده انها طعمها مش قوي. بقيت لما جربت دي بجد بقيت بحبها قوي يعني. ومعانا هنا كوبايه قهوه عبد المعبود كوبايه قهوه اللي هي اليمني دي المشهوره دي يعني. تمام. الاول بس يا جماعه قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، عايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك. انتم مقصرين شويه اليومين دول في اللايكات، واللي مش مشترك في القناه حابب اقول لك بجد هيفتك كتير جدا لو ما اشتركتش، فانصحك تشترك فورا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات. وفي فيديو جامد قوي نزلته امبارح على قناه تفجير وتدمير، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، فيديو ببجي موبايل عشان الناس اللي بتحب ببجي موبايل، حط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، روح شوف اتبسطوا قوي. ويلا بينا نبدا. طب يا جدعان نبدا ناكل، بس وانا باكل كده بس عشان جعان. هحكي معاك عمر وقت بس عشان جعان ما خلتش. طب يا جدعان بصوا بقى، امبارح كان طول الليل قلبي مقبوض ومتضايق. ليه؟ صدقوني بكلمكم بأمانة، امبارح طول اليوم وأنا نايم كان قلبي مقبوض ومتضايق عشان هرجع الشغل النهاردة. في ناس هتستغرب ليه؟ أولاً الإحساس ده ما جاليش مثلاً عشان أنا بكره المكان اللي أنا شغال فيه، لا أنا ما بكرهش المكان اللي أنا شغال فيه أو متضايق منه في حاجة، ولكن إحساس إنك بعد ما كنت يعني بتصحى براحتك أغلب الأيام، ما قلت لكم إحنا كنا متقسمين، الأيام اللي ما كنتش بروح بصحى براحتي بقى، أصحى 2 3 4 زي ما أنا عايز، الفترة دي انتهت، وبقى المفروض إن أنا كل يوم أصحى الساعة 7 7:30 عشان اعرف اروح الشغل الساعة 8:30 وامشي من الشغل 2:30 عقبال ما اوصل البيت تبقى 3 3:30. مجرد بس ما تخيلت الموضوع ده قلبي اتقبض وحسيت ان انا متضايق. انتوا عارفين بالظبط الاحساس بتاع ان انت كنت في اجازة ورايح المدرسة؟ عارفين احساس اول يوم المدرسة ده؟ هو ده بالظبط اللي جالي، نفس الاحساس اللي كان بيجيلي في زمان ايام ما كنت اروح المدرسة. يا بعد الاجازة واصحى براحتي والعب واتبسط، هروح مدارس واذاكر ونحضر حصص ودروس ومش عارف ايه، نفس الاحساس بالظبط. تحس قلبك مقبوط، تحس كده ان حاجة كبست عليك. الاحساس ده جالي لاني قلت معنى اني هرجع الشغل يبقى خلاص هرجع لايام زمان، لما كنت ارجع بقى من الشغل تعبان ومش قادر اعمل اي حاجة واقضيها نوم بقى، ومش قادر حتى اعمل فيديوهات ولا قادر اعمل اي حاجة. تصدقوا بايه يا جدعان؟ النهاردة انا راجع من الشغل قلت طب ايه، هنام ساعة عشان ابدا اعمل فيديو، يعني كنت عايز اعمل فيديو كده لبابجي موبايل على قناه الالعاب، وفيديو هنا كنت عايز اعمل فيديو هناك وفيديو هنا. تمام. صدق بايه، نمت ساعه
وبعدين صحيت اتغديت لقيت نفسي لسه تعبان برضه، مش قادر اعمل اي حاجه. فقلت طب انام تاني، قلت انام نصايه كمان او ساعه كمان تمام، وظبطت المنبه ان انا مثلا ايه من 5 لـ6. ما صحيتش الا قرب 11 بالليل، المنبه قاعد يرن ولا انا هنا خالص ولا انا في الدنيا خالص. وفي نفس الوقت لو ما نمتش مش هقدر اعمل اي حاجه، لا عايز انام، نحتاج ان انا انام. صحيت الساعة 11 قلت ابدأ بفيديو جيمنج، كنت ناوي اعمل فيديو جيمنج الاول. جيت العب ببجي موبايل لقيت نفسي راح فيها خالص يا جدعان، بموت لأتفه الاسباب. كل الاحتراف اللي كنت بدأت احترفه الفترة اللي فاتت وكنت بدأت اعمل جيمات حلوة كل ضلاح. قلة النوم تضيع اي احتراف انت وصلت له في اي حاجة وتضيع منك كل حاجة. قلة النوم دي كارثة، ده اكبر مشاكل الحياة هي قلة النوم. صدقوني يا جدعان قلة النوم دي ممكن تخليك، تخيل اقول لك ايه، بس قلة النوم دي تخليك الحاجة اللي بتافهة اللي بتعملها بصباع رجلك الصغير تبقى عمال تفكر ازاي تعملها. لو حاجة تافهة مثلا انت محتاج تعملها ضروري وما بتاخدش منك مجهود كبير، تلاقي مخك مش قادر يستوعب انت كنت بتعملها ازاي. اتفه الحاجات في حياتك تلاقي نفسك مش قادر تعمل اي حاجة، تلاقي مخك عاجز عن التفكير. انا والله بقول لكم يا جماعة، انا كنت بلعب ببجي موبايل، انا مش مصدق، انا كنت بخسر لاسباب تافهه. انا مش قادر اجمع في اللعبه، مش قادر اركز، مش عارف اعمل اي حاجه. تحس اني بقيت حاسس كاني ايه ده، انا كاني بلعب اللعبه لاول مره، مش قادر اركز، قله نوم، مش قادر. ومع اني صاحي من النوم وبرضه مش عارف اركز، وشربت قهوه ومركزه جدا وبرضه مش قادر اركز. فالاحساس اللي جالي امبارح ده لاني كنت عارف ان رجوع الشغل معناه خلاص هودع بقى كل الحاجات اللي بحبها، وهرجع بقى للايام بتاعه ان انا اخري انام، اجي متسلطح كده انام وخلاص. كنت حاسس وتقعد بقى اللي هو تقعد كل يوم بقى في ساقية، كل يوم بقى تقعد تروح الشغل ومتستني بقى وبتتنشأ على اي اجازة رسمية، وعمال تعد الايام وتدور على الاجازات جاية امتى. انتهت. هتجاوب ايه؟ انا وانا بعمل الفيديو دوت حسيت ان انا حتى تعبان مش قادر. يعني عارفين يا جدعان، حسيت ان انا بعمل الفيديو وانا تعبان، مش يعني ماليش مزاج اعمل اي حاجة. اوحش حاجة يا جماعة ان الشغل الحكومي ده من الصعب جدا ان يتعمل جنبه اي حاجة تانية. الشغل الحكومي ليه مميزات وكل حاجة، ولكن بياخد يومك انتهى عشان تعرف تعمل اي حاجة تانية خلال يوم من الصعب جدا. ولو عرفت تعملها تبقى بتعملها وانت نعسان وفاصل ومش قادر تركز، فبتبقى والله يا جدعان الايام الحلوة راحت. المشكلة ان انا كنت عمال اعشم نفسي النهاردة، انا قلت لا انا هقدر اتغلب بقى على دوت، اول لما ارجع من الشغل مش هنام كتير عشان اعرف ايه اعمل الحاجات اللي ورايا، وهحاول بقى باي طريقة ان انا اكافح في ان انا اقدر اعمل دوت. ما قدرتش اعمل اي حاجة. المشكلة انا عايز اقول لكم، انا ساعات ببقى قاعد بفكر في حاجة هعملها، يعني مثلا ايه، بخطط ان انا عايز اعمل فيديو عن موضوع معين، عقبال ما بخطط له بس وبفكر في الموضوع هجهز له ازاي، بافاجئ ان في ساعة عدت راحت فين انا معرفش. الوقت بيتبخر، انت متخيل انك ساعات ممكن تبقى انت نايم والمنبه يرن، عقبال ما تصحى
انت يا دوبك بس بتقوم من السرير تغسل وشك وتغسل سنانك ومش عارف تعمل ايه، بتلاقي مثلا نص ساعة طارت، راحت فين ما تعرفش. بس يا جدعان انا حبيت اشارك معاكم بس يعني الفيديو ده عبارة عن ايه اصلا انا مش عارف، بس والله يا جدعان يعني انا قلت كده احكي معاكم شوية يعني. بس وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو ما تنسناش باللايك الجميل بتاعك، شير الفيديو في كل مكان. شكرا جدا ليكم، اشوفكم الفيديو جاي. انا راح على السرير بقى، باي باي، عايز انام.